نعم، شركة العزم. ما حدا عم برد علينا يا سلطان دبي. 190 شخص نايمين يا بيبي، شكلهم ما بدهم يعرفوا، خلص عراحتكم. بس أنا لأنه في عالم حابب فرجيهم، رح دلكم كيف تجوا هون على سوق البحار، لأنه بتستاهلوا أنتو. بس اللي ما عم بردوا خليهم نايمين. سوق البحار في له دخل من هون ودخل من تاني ميلة، محل ما كنا من قبل شوي. تجوا لهون، هيدا الباب يفتح لحاله. شوف يا حلو، شوف شوف يا حبيبي، شوف شوف يا قلبي، شوف دغري على بصمة عيني بقول لي عزيز أرحب. سوق البحار يا عمري، بتطلعوا لوين؟ بتطلعوا هيدا الدرج. شايفينه الدرج كهربائي. تجوا على تايم اوت ماركت، شايفين وين؟ شو اسمه المكان؟ حاطط لكم الفيديو على التيك توك، انا حاطط لكم اياه. فوتوا على الصفحه بتشوفوه هون، بتجوا بتتصوروا صور حلوه. كل فتره بحطوا شيء، هلا حاطين كرمال رمضان. تجوا على تايم اوت ماركت، هيدا فود كورت، يعني مكان للعالم تاكل فيه. مطاعم كلها مفتوحة على بعضها، العالم كلها بتتشارك الطاولات، مش انه بتاخد طاولة لألك، كله لايف كوكينج، اوبن كيتشن، مطبخ مفتوح، يعملوا كل شيء قدامك، كل شيء قدامك بتشوف، تنقي شو بدك تاكل، في من جميع المطابخ. تطلع لهون لبرا يا بيبي. وين صرنا؟ صرنا هون، شوف لي هالمنظر. حفظتوه ولا ما حفظتوه؟ عرفتوا كيف توصلوا ولا لا؟ يا عيني مجانا، ما بتدفع ولا ليرة، ما ضر.